يلف هذا الطفل متأملا هذه الصورة والعبارة ولا يعلم، ربما يصبح يوما بفخر مكانها. وأتمنى أصير في المستقبل رائدة فضاء. الحديث أكثر يلتحق بنا مدير عام معهد تقنية الصحة والطب الوقائي بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الدكتور أحمد الدوسري. دكتور أحمد، أهلا وسهلا بك معنا عبر الزوم. وبداية، ما أهمية هذه الرحلة التي يقوم بها رائدا الفضاء السعوديان علي القرني وريان برناوي إلى محطة الفضاء الدولية فيما يخص الفضاء وقطاع الفضاء والتقنيات الخاصة بالصحة والطب الوقائي بما أنه تخصصكم؟ السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله واللقاء فيكم. يحقق برنامج رواد الفضاء طموحات المملكة 2030 في مجال الفضاء، وكيف أن تكون المملكة مساهمة في هذا المجال، وكيف تكون المملكة من الرواد فيه. نحتاج البرنامج هذا رواد الفضاء، كيف سمعنا في تقريركم الجميل كيف كان ملهم للأطفال، كيف ملهم للطلاب الذين هم يكونون نواة المستقبل للبحث والابتكار والإبداع بإذن الله تعالى. طيب، بشكل عام يعني التجارب التي يقوم بها في هذه الأثناء علي القرني وتقوم بها كذلك رائدة الفضاء ريان برناوي في محطة الفضاء الدولية، والتجارب كذلك التي يقوم الطلاب بها على الأرض ويقارنونها بذات التجارب التي يقوم بها رائدة الفضاء، ما هي أبرز أو أهم التجارب التي تنظرون إلى أهميتها ولها علاقة بمجالكم وتخصصاتكم؟ التجارب بشكل عام هي 14 تجربة كما وضحت بالتقارير السابقة. صحيح. بعض التجارب تستهدف استمطار في الفضاء وكيف ذلك له تطبيقاتها على الأرض. بعض التجارب اللي هي استهدفت الطلاب وكيف كانوا ملهمين وكيف كانوا مستمتعين في التجارب هذه، كيف أن نقل المعرفة وكيف الجاذبية الصغرى فرقها عن في الفضاء عن الأرض، عملوا الطائرة الورقية، الاتصال الحراري، أيضا انتشار السوائل. بعض التجارب كانت مباشرة على التأثير على التيلومير وهو الجزء الآن في الخلايا، وكيف أنه رواد المستقبل كيف هل هو مؤثر لهم، هل هو له تأثير إيجابي أو سلبي. فهذه بعض التجارب التي عملوا عليها. تجارب أيضا ملهمة عملوا عليها اللي هي التجارب التي يحتاجها العلماء لدراسة الدماغ وكيف تأثير الدماغ والجاذبية الصغرى عليه التروية، لأنه في الكل نحتاج نتعلم وكيف نحمي العلماء أو رواد الفضاء خلال فترة وجودهم في الفضاء. أيضا عملت ريانة كما شاهدنا في التقارير أنها كيف عملت التجارب على الخلايا وكيف أنها تدرس الخلايا المناعية والالتهابية مقارنتها بما كانت في الأرض مقارنة في الجاذبية الصغرى. طيب، أهداف التجارب ولماذا هي مهمة لدراستها خصوصا في الفضاء وفي ظروف الجاذبية الصغرى؟ صحيح، لها التجارب هذه لها يعني رؤية علمية كيف أننا نحتاج أنه العلماء الآن حاليا في الفضاء نحتاج أن ندرس نفس الظروف المشابهة لهم وكيف أنه نحسن ظروف أو ندرس النتائج هذه بحيث أنها تنطبق عليهم في المستقبل. أيضا التجارب هذه كيف أننا نقدر نستخدمها ونطبقها على تجاربنا أيضا اللي في الأرض، الاستمطار كما سمعنا كيف فوائده، وشفنا الفترة الماضية كيف كان فوائده في حدوث المطر بإذن الله. أيضا لا ننسى الأهم، التجارب هذه كيف كانت ملهمة للأطفال، كيف كانت حافز لهم، كيف الآن تقدم الدول يرتبط دائما بالابتكار والأطفال اللي هم قاتل المستقبل أكيد.
طيب التجارب يعني هل تجرى على الخلايا المستزرعة أم على رواد الفضاء مباشرة؟ سؤالك جميل. الآن كما شاهدنا بعض التجارب تعمل للطلاب اللي هي بالتزامن، فكانت خارج يعني في على أجهزة معينة، فما كان فيها وجود اللي هو الخلايا أو مباشرة الإنسان يعني في عشان. بعض التجارب لا، شفنا رائد الفضاء علي القرني كيف أنه ارتدى خوذة معينة تستطيع القياس للإشارات العصبية والإشارات الكهربائية في الدماغ. بعض التجارب اللي شفناها مع ريانة، استخدمت ريانة الخلايا، فالخلايا تكون لها ظروف معينة، الذي يعمل عليها ريانة تدربت يعني لفترات طويلة كيف أنها قدرت التكنيك اللي تستخدمه مختلف عن الأرض، كيف أنها تستطيع تنمو الخلايا. الخلايا في الظروف العادية في الأرض يعني لها ظروف معينة، بينما في انعدام الجاذبية والجاذبية الصغرى تحتاج لها ظروف مختلفة، مثلاً المادة المغذية لازم تختلف، كيف أنك تحمي الخلايا هذه من أي تلوثات حتى تعطي النتائج المرجوة بإذن الله. طيب بحكم تخصصكم يعني ما هو دور الطب الوقائي لرواد الفضاء وما هي أهميتهم خصوصا في الإعداد لرواد الفضاء أثناء المهمة حتى العودة؟ سؤال أيضا جميل. الآن يعتمد طب الفضاء أو طب الوقائي يهتم برواد الفضاء بأصغر التفاصيل، قبل رحلتهم كيف تعدهم، كيف تختار الشخص المناسب الذي مثلا ما عنده مثلا الأمراض المزمنة، كيف أنه تحاكي الظروف قبل ما يطلع الفضاء بحيث أنه تتأكد أنه الخطأ هنا ممنوع، تأكد أنه الشخص هذا قادر على تحمل الأجواء المحيطة، عند طيرانه أو إقلاع الصاروخ لازم في يعني ظروف معينة لازم يتحملها رواد الفضاء. أيضا خلال وجودهم في محطة الفضاء الدولية يتعرضون الآن بوجود الجاذبية الصغرى، لا يستعملون مثلا عضلاتهم، يبدون يفقدون يعني ما نقول المشي بس العضلات تبدو نوعا ما زي فيها ضمور، الكالسيوم والفسفور أيضا في العظام. العدوى كيف أنك تتحكم في العدوى بحيث أنك تقلل الإصابات الموجودة في الفضاء، وأيضا مهم بعد عودتهم إلى الأرض كيف أن إعادة تأهيلهم وكيف أنه يرجع رائد الفضاء يعني في عافيته في صحة وعافية ويراجع يرجع لمزاولة عمله السابق. شكرا جزيلا لك مدير عام تقنيات الصحة والطب الوقائي بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الدكتور أحمد الدوسري، كنت معنا عبر تطبيق الزوم.